بتقولي لي حتى على الهوا بيقول ناقص دقيقه ونخش على الهوا، فقلت لي ياه ده دقيقه دي طويله قوي في السباحه. ف طبعا الدقيقه دي الناس بتجري في الاستديوهات دايما في الدقيقه دي، يقول لهم الدقيقه دي 100 متر وشويه كمان والله. يعني اهم البطولات طبعا، بطولات كتيره جدا في حياتك، و يعني انا كان ليا شرف وكنت موجود في اولمبياد لندن بس كمدير فني ما لعبتش. ف الاولمبياد ايامينا كانت لعيبه الكوره بس اللي معروفه، وانا اللي طلعت لكم كده في النص صح؟ بالظبط. كانش لسه في وجوه نسائيه حققت بطولات بالشكل اللي احنا بنشوفه حتى على مستوى حتى على مستوى اللعبات الثانيه. كنا يعني بنتعرف في الجرايد وبنقصقصها ونحطها في البومات وحاجات كده. كلمينا عن الـ يعني البطولات الكبيره، ويمكن اصعب بطوله او اصعب يعني كومبيتيشن دخلتيه وفاكراه لغايه دلوقتي. اصعب ما كانش في حاجه صعبه لا كلهم كلهم ليهم طعم مختلف. يعني انا بفتقد دلوقتي البطولات، روح انك تقف على الستارت وانك انت تنافس، وما بفتقدش التمرين عشان بس اكيد كل السباحين بيقولوا لي اكيد صعب. تمرين السباحه شاق جدا ومواعيده صعبه جدا، وتقريبا مالكش حياه بره السباحه والدراسه، لانك برضو لازم تذاكري. لكن انا بالنسبه لي كانت عندي اولا دوره الالعاب الافريقيه 91 كانت بدايه ان انا ابقى ليا اسم في مصر وليا جمهور وليا ناس تتفرج، وكان الاستاد بيبقى مليان. كانت دوره الالعاب الافريقيه كان كل اللعبات وكان الجمهور مستمتع جدا كل اللعبات، وعملنا أبطال كتير أياميها يعني مش بس في السباحة. كأس العالم كان بالنسبة لي حاجة مهمة، لأن ما كانش فيه ولا سباحين ولا سباحات الحقيقة في الليفل ده في مصر. البحر الأبيض متوسط أن أنا أوصل أن أنا أخد ميداليتين ذهب وواحدة فضة كانت بالنسبة لي إنجاز كبير. لكن هتستغرب أن الأحلى حاجة أنا بفتكرها ما فيهاش ميدالية، احلى حاجه بفتكرها ان انا اوصل للنهائي في الاولمبياد. وفاكره الشعور انك وانا واقف على الستارت، دايما واحنا صغيرين واحنا بنتطور في اللعبه دايما عندنا حد بنبص له كده بيسخن ازاي او بيعمل ايه، او خايفين رهبه او بنقول يا ده جامد ده انا عايزه ابقى زيه او زيها. اول مره كنت اقف على الستارت حاسه ان انا وهي واحد وان احنا كلنا زي بعض، وهي ممكن تتفرج عليا وتستعين بي. يعني احساس اختلف تماما لما تبقى في اول 8 او اول، انا كنت التاسعه يعني اول 9 على العالم. طبعا. والاحساس الاحلى ان انت ما عندكش الرهبه دي، وتحس انك لو عدت السباق مره تانية الترتيب كله هيتغير. ولا عشان كان شعار يلا يا رانيا اللي طلع وقتها كان هو اللي بيشجعك، كان هو اللي بصراحه احنا ملك الدفعه دي اياميه. ما كنتش كنت مركزه قوي، ما كنتش مش شرط اكون عارفه اللي بيتقال. يعني مش شرط اكون عارفه المعلق الفلاني قال كذا، بعرف بعدين بقى. يعني فاكره استاذ هادي موافي كان ليه جمل يلا يا رانيا اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي، كانت في البحر الابيض المتوسط، عرفتها بعدين.